مناز وآية شابتين صغيرين جدا، يعني مش نسبيا لا، هما في المطلق شابتين صغيرين جدا، 26 سنة و 25 سنة. الشابتين دول اللي بقول صغيرين لأنه هما ابتدوا حاجة برضو ما كانش فيه لهم سابق أعمال فيها أو سابق خبرة، وقرروا أنه طريقتهم في مساعدة الآخرين تتحول لبزنس. والحقيقة أن هي وصلت لأفاق كلنا لما بنتابع حتى شغلهم بينما قد إيه فخورين. البنتين دول بعد ما تخرجوا من الجامعة كانوا الأول عايزين يعملوا حاجات خيرية راعها يكون لغريمات لفقراء، وابتدوا يعملوا تصميمات يبدو ان هي مش بس وجدت او لاقت هوى من المصريين انما من العالم العربي ومن العالم. وده كان بالنسبه لي حاجه مهمه قوي، انهما اختين مناز وآية اصحاب برودكت او منتج شنط، اختين اللي بقى عالمي وبقى نجوم العالم بيمسكوها عادي جدا زي كبريات البراندات او الماركات العالميه. فاكره ان انتوا يعني ايه على الاقل عديتوا 30 دخلتوا في الأربعين. آية انتي 25 سنة؟ 25 وانا 26. احكي لنا حكاية الشنط بتاعتكم دي اللي قلبت الدنيا. الفكرة جات لنا من 4 سنين، كنا عارفين يعني انا دايما بحب ارسم واختي كانت بتحب تصمم، احنا طول عمرنا بنحب نرسم. فمن 4 سنين قررنا اللي احنا عايزين ناخد الفن اللي احنا بنحبه ونقلبه حاجه ليها دعوه بالموضه. انا اختي كنا بنحبش مدرسه قوي، يعني خلاص بنقضي الواجب نعمل الواجب نخلص مدرسه، بس طول عمري انا وهي عايزين نبتدي نشتغل من واحنا صغيرين. فخلصنا الجامعه بدري انا وهي، يعني كنا بناخد كورسات زياده. يعني انتوا خلصتوا الجامعه عشان تخلصوا منها مش عشان بتحبوها؟ بالظبط. بس عايز فيري كليفر، يعني انتوا اذكياء جدا، حسيت انه اقصر طريقه للحاجه اللي بتحبوهاش ان انتوا تخلصوها. بالظبط. رحت لوالدي قلت له بس انا مش عايزاك تشيل هم الجامعه خالص، انا 3 سنين وبراها بعدها بسنه اختي هتخلص واحنا اصلا عايزين نشتغل، واحنا صغيرين حابين الشغل اكتر من الدراسه. ليه؟ وانتوا اسرتكم ايه يعني؟ باباكوا بيشتغل ايه؟ في مجال، في اي مجال يعني؟ مقاول. كونستراكشن. ومامتي جورناليزم، صحافه. فملهاش دعوه خالص، بس يعني خالتي وجدتي وخالات مامتي كلهم كانوا بيرسموا وفنانين كلهم، فاخذنا الفن من عيله. طيب مامتي. لو تخيلنا كده انه هنلاقي 3/4 الاسر ولادها ممكن يقولوا انا عايز اعمل مشروع كذا، انا بحلم اعمل كذا، بس كله ايه كلام في الفاضي يعني. كان على فكرة ممكن تبقوا عادي من آلاف الأبناء اللي بيقولوا كلام هزيان، إنما كلامكم ما كانش هزيان يعني. كريس جانر بالضبط. كلوي وكورتني جيجي حديد. أيوة، خليتهم يمسكوا الشنط بتاعتكم إزاي؟ وصلنا لهم. وصلنا للناس اللي بتلبسهم، الستايلست بتوعهم. وشافوا البراند بتاعكم على انستغرام على فيسبوك، فابتدوا يبعتوا لنا رسائل، حلوه قوي الشنطه دي، تقدروا تجيبوها في هوليوود عندنا في كاليفورنيا،
فكنا بنبعت لهم الشنط وبنلاقي بقى على جوجل بالحظ زي الصور دي هم لابسينها. هي في الموضة علشان شنطتك تتباع حتى لو هي حلوة لازم يبقى في حد معين لابسها مشهور للأسف يعني. هي دي دعاية. فعلشان شركة صغيرة زينا زي ما ابتدينا من 3 سنين نعمل الدعاية دي كانت هتكلفنا فلوس كتيرة قوي. كان احنا اولا نحطها في الجلد وفي المصنعية. فأنا أختي من نوع لو احنا عندنا رؤية بنعمل المستحيل عشان نوصل لها. عشان احنا طبعا احنا زمان مفيش حاجة اسمها مستحيل يعني. كل حاجة لو عايزين نعمل حاجة هنعملها. فابتدينا أنا وأختي نوصل لهم بنفسنا. فيجي مثلا حد يقولي طب أنا بعت إيميل برضو للفلان وما ردتش عليا. فتلاقي احنا بنبقى بالعشرة. لا مش بس كده. انت بتبعتي صحيح وده ذكاء تسويقي. إنما كمان انت بتدي منتج بيعجبهم. بالظبط. يعني في فرق كبير كمان. بالظبط. والطريقه برضو اللي احنا بنشرح شنطتنا يعني هي شنطتنا مش شنطه بس هي شنطتنا شنطه لفت على 7 ورش مختلفه في مصر فيها ايادي كتير قوي اشتغلت عشان تعمل شنطه واحده. يعني احنا بنشتغل مع ورش كلها ستات في ستابل عنتر وفي المقطم, نشتغل مع ورش كلها رجاله في البساتين وفي العتبه. فاحنا الشنطه الواحدة بيبقى ليها قصة وأيادي كتير قوي اشتغلت عليها. فهما طبعا برا مصر بيقدروا الموضوع ده قوي انه شنطة اتعملت يدوي, اتعملت واحدة هي بتأكل عيالها فهي محتاجة شغلانة دي فهي حابة المهنة دي فاحنا علمناها ازاي تتحسن في شغلها. فالقصة دي برضو خلت الشنطة تبيع نفسها. مين اول حد مسك الشنطة وتصور بيها وكان احساسكم عامل ازاي ايه ومناز؟ اما واتسون. ممثلة هاري بوتر. دي كانت أول واحدة. لا قولولي الإحساس يعني عملتوا إيه؟ شكلكوا عاقلين بس ممكن تبقوا في الحقيقة مش عاقلين. هي ابتدت إن إما واتسون عملت تويت على تويتر أرتكل بتتكلم عن الأختين. فبالحظ احنا بعتنا الموضوع ده اللي بتلبسها وقلنا لها يعني لو اما واتسون حبت الشنط احنا عندنا كذا وكذا وكذا. فهي راحت قالت لنا انا عاوزه الشنطتين دول ده حاجه هي ممكن تلبسها. فبعتنا الشنط. لا صدقتوا نفسكم الاول؟ لا احنا كنا شادين احنا نتكلم مع الستايلست بتاعت اما واتسون. بس بعد 6 شهور بالحظ انا كنت بتكلم مع مناز بقول لها طب ايه اللي حصل للشنطه تفتكري لبستها؟ ايه لما تيجي نبعت لها ايميل نسالها الستايلست. فاما بعتنا لها الايميل بنسالها اما واتسون لبست الشنطه عجبتها ده بعد 6 شهور. قالت لنا انتوا ما فتحتوش جوجل ايمجز, لو دخلتوا على جوجل ايمجز هتلاقوا اما واتسون لابسه الشنط في نيويورك ماشيه بيها في يعني فتره التصوير بتاعتها كانت بتعمل فيلم وقتها. بس لقينا الشنطه. فهي كانت بعتت لي انا الايميل, انا اول ما جالي الايميل تليفوني وقع من ايدي عشان دي كانت اول حاجه كبيره تحصل لنا يعني. وكانت بعد 1.5 سنة بعد ما ابتدينا اختين. فطبعا بالنسبه لي ما كنتش مصدقه نفسي. طلعت اجري على اختي بعملها كده بتقولي في ايه مش عارفه اتكلم معايا وبرملها تليفوني تلا بصي. طبعا هي شافت الصوره انا وهي ابتدينا ننط ونجري في البيت ومحدش في اهلي فاهم ايه اللي بيحصل. احنا قاعدين بنجري وحابين بعض وبنصرخ. من ساعتها انا وهي دايما بنضحك عشان عمرنا ما هننسى القصه دي طبعا يعني. مين اكتر حد انتوا كنتوا فخورين او سعداء ان هو مسك المنتج بتاعك اللي جاي؟ مش هقدر اقول دلوقتي. مين ان شاء الله اللي جاي؟ في حد جاي. طب اتصورت ولا لسه؟ لسه. عشان كده انا اختي من النوع اللي بنبقى عايزين حاجه قوي وما بتحصل بنفضل ساكتين 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 لغايه ما فعلا بتحصل وبعدين بنعلن عنها. بس من اللي فاتوا جيجي حديد دي بالنسبه لي جيجي حديد دي مكسره الدنيا كل وكانت في نفس الوقت اللي هي كانت حاطت على الكوفر بتاعت مجله فوج اللي هي كانت لسه نازله فوج اريبيا اريبيا فضربنا على الشرق الاوسط فوج اللي هي اتعملت نسخه للشرق الاوسط يعني حطوها هي كاول كوفر على المجله. فبالحظ كانت في نفس الشهر لبست الشنطه يعني انتوا ما كانش في تنسيق معاكم ما بينكم وبين اللي فوج. حصل احنا السنه اللي فاتت فوج اول ما اعلنوا ان هم هيفتحوا اول مجله في الشرق الاوسط خالص عملوا مسابقه تمام لكل الديزاينرز بتوع الميدل ايست. فانا اختي دخلنا المسابقه والحمد لله كسبنا فيرست بليس يعني المركز الاول على قسم الاكسسوار في الميدل ايست كله.
فدي طبعا كانت حاجه في مهم في التاريخ يعني بتاع ميدل ايست انه ان احنا نكسب اول جايزه. فبالصدفه هم كانوا بيقولوا انه الكوفر بتاع المجله هتبقى جيجي حديد, بس ما كانوش ابدا عملوا كونفيرميشن على الموضوع او اكدوا الموضوع. فانا واختي من الناحيه الثانيه قلت لها طب اقول لك ايه, لو الكلام ده صحيح تعالي نوصل لجيجي حديد. قالت لي ازاي؟ قلت لها هنوصل لها هنوصل لها. قعدت انتوا قواريب ازاي كده؟ الفكره ان احنا مش معانا ازاي كده. استنوا بس, انتوا اتعلمتوا الشطاره دي منين؟ عشان احنا لما الاول رحنا للبي ار ايجنسي, الناس اللي هم بقى سهل ان هم يلبسوا الناس بارقامهم, كانت عاليه قوي علينا, 50,000 دولار في الشهر, 5,000 دولار في الشهر. فكان مستحيل ان احنا نروح في السكه دي, فقلنا خلاص احنا هنوصلها لوحدنا. فدي الفكره دي كلها ان احنا نحاول نوصل للستايلست اللي بيلبسوهم, ان احنا نعرف نوصل لهم الشنطه دي. كانت فايه تقعد بالخمس ساعات على الانترنت تعرف مين اللي بتلبسها, وانا زنانه عازن نعرف نجيب ايميل, نعرف حد يعرف حد. فوصلت للستايلست بتاع جيجي حديد. الستايلست بتاعتها هي مش جيجي حديد بس, هي اكبر سيلبرتي ستايلست في هوليوود يعني. وصلت لها زي ان كريس جينر ام كيم كارداشيان كانت لابسه شنطه بالصدفه, ولغايه دلوقتي انا وايه ما نعرفش والدة كيم كارداشيان جابت الشنطه ازاي واتصورت ازاي, ما حدش فينا يعرف لغايه دلوقتي. فاخدت الصوره وبعتها لها الستايلست, قلت لها انت لبستي كريس جينر بشنطتنا. فلا يعني السبجكت بتاع الايميل دايما هو اللي بيشدها بيشد بالظبط. فردت قالت لي يا انا بقالي 7 شهور بحاول اوصل لكم ومش عارفه. فهي واحنا بندور عليها هي كانت بتدور علينا برضو, هي نفس الستايلست مش عارفه توصل لكم بالظبط عشان هي الشنطه جت لها كده بالصدفه. This is not luck. ده مش حظ. دايما بقول ده مش حظ. لا ده شطاره ومنتج كويس وتركيز يعني كل الحاجات مع بعض. طيب انتوا جزء من الريع بتاعكم بتدول في مشروعات خيريه؟ طبعا احنا بنشتغل معاهم اكتر, اصل احنا اكتر ما احنا بنديهم فلوس الاهم اللي احنا نعلمهم ويشتغلوا. عشان انا ممكن كل شهر اتبرع بس في نفس الوقت انا ما فدتهمش بحاجه. فاحنا دايما بنفكر ان احنا لازم نعلمهم اكتر من ان احنا نتبرع. فبقينا بننزل بنفسنا اي كولكشن عندنا بننزل بنعلمهم تكنيكس جديده, بس مش عشان يشتغلوا معانا. تلاقي الديزاينرز الثانيه اللي في مصر بيروحوا لهم عشان يعملوا لهم نفس التكنيك, فاحنا بنعلمهم علشان يبقى عندهم دخل ثابت كل شهر. وبقى البراند بتاعكم اختين بيكتب بالانجليزي والناس بره يعني عارفاه, بس بتنطق بطرق مختلفه في كل حته. طبعا الخاء ده اختين اختيان كل واحد يعني كل بلد مؤلفه. ايه اللي بيميز شغلكم لو تقدري تشرحي لي بسرعه لو معاكي حاجه تشرحي لي؟ افتكر عشان احنا بنمكس بنمزج الجلد مع النحاس, واحنا معروفين قوي بالشغل النحاس بتاعنا. طبعا احنا معروفين في خان خليلي انه احسن شغل نحاس بيطلع في مصر, هو من الصناعيه هي صناعيه واخدينها من جدودهم. فاستغلينا الموضوع ده ولاحظنا ان احنا عايزين نعمل ايدنتيتي لاختين مش موجوده. يعني انا مش هجيب شنطه معروفه مثلا بتاعت ماركه كبيره, شبه حد. وده دايما انا واختي بنقول كرييت اند نوت ايميتيت, يعني اخترعي ما تقلديش. ابتكري ما تقلديش. واحنا دايما 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 اكتر حاجه بنركز فيها في شغلنا ان كل حاجه تبقى طالعه يا اما من شخصيتي يا اما من شخصيتها ورسمينها من بدايه خالص. فافتكر ده اللي خلى النحاس ده يعني النحاس طبيعته لونه بيتغير بعد فتره ولا ده معالج؟ لا معالج. معالج ماتلي ذهب. واللون الذهب بيبقى متورنش او متثبت انه اللون ما بيطلعش. غير كده الشنط دي عشان احنا عارفين ان هي هتقعد سنين طويله عاملين ليها سيرفيس انه بعد 5 سنين لو حصل سنه اي وقت حصل حاجه لشنطتك مهما كنت فين حوالين العالم بترجعي الشنطه بنفكها بنعملها لك نجددها لك من اول وجديد ونبعتها لك. عارفه انتوا الاختين دول فيهم مزايا كتيره مش لازم نقولها دلوقتي كلها,
فيهم مزايا كتيرة، بس واحدة كمان منهم من المزايا اللي أنا قادرة أشوفها يمكن في اللقاء السريع ده، إن هم زي ما بيقولوا الخواجات كده they think big، هم بيفكروا بشكل كبير. يعني هو اللي بيقولوه ده دي حاجات اللي بتعملها البراندات الكبيرة. يعني هم من أول لحظة قالوا إحنا ليه ما نبقاش كبار، ليه ما نقدمش السيرفز ده، ليه ما اللي انتوا اخترتوا الزبون بتاعكم في الدنيا هو زبون مش يمكن ما يكونش كادح، انتوا بتشغلوا الكادحين، انما هو زبون بيكون عايز حاجه متفرده، عايز حاجه يحس ان هي قطعه دائمه. اتفضل. جدتي مثلا بيبقى عندها شنط لغايه دلوقتي بتديها لي انا اختي بنلبسها، فاحنا اختين فكره الشنط ان هي مش سيزونال، ان هي شنطه بتبقى عندك عارفه ان انت دفعتي في حاجه هتقعد معاكي، ممكن تديها لبنتك وبنتك تديها لبنتها. احنا فكره اختين انه شنطه تايمليس هتقعد معاكي في اي وقت في اي موسم في اي سنه. ايه اكتر موديل باع معاكم؟ باع اكتر موديل دي اللي هي كلها نحاس وجلد من بس انا شفت حاجه بينك رائعه، حاجه زي ده الكولكشن، ده الكولكشن اللي كسبنا بيه المسابقه بتاعت فوج. لا يستاهل يكسب طبعا. هو ده ده نحاس ومطلي فضي بقى. بالظبط بالظبط. وجلد طبعا. بس مين المديره فيكو؟ دايما بيسالونا مين المخ ومين العضلات. ايوه. يوم ويوم. يعني حتى بيسالوا مين اللي بيعمل الديزاينز، مين اللي بتتقسم. يعني ممكن هي تبتدي مثلا ديزاين وانا اكمله او العكس، وكاداره بتتقسم ساعات هي بتبقى اذكى شويه في تصرفاتها مع الصناعيه، مع علاقات احسن اصلا، يعني بي ار مناز احسن، تتكلم مع ناس اكتر، فمبيعات مثلا بتساعد. حسيتوا ان انتوا كبرتوا بعد مشروعكم ده، يعني كبرتوا في السن ولا لا لسه طبعاً. عايشين سنكم البيولوجي اللي هو 25 و26؟ لا ما انا لو اقول لك احنا كبرنا 20 سنه يبقى انا ده قليل على اللي احنا فيه. احنا فعلا بس الحمد لله حاجات اتعلمتها في الاربع سنين اللي فاتوا ما كنتش ممكن اتعلمهم في 10 سنين في شغلانه تانية. مجموعات الناجحات اللي معانا اللي جمالهم بجد في مشروعاتهم، في افكارهم، في الحلول اللي توصلوا ليها، بيخليهم من اجمل سيدات البلد. يعني انا مش دعوه